طبعا الفيديو اللي بيتكلم فيه جيم مونستر مان المهندس الامريكي ممكن ترجع له في الوصف اسفل الفيديو. الوقت اللي انا شفت فيه الفيديو بتاع المهندس الامريكي جيم مونستر مان اللي مر بالتجربه ديت واللي رفع الميه من المعبد الاوزيري واللي قام بتخفيف بعض الماء من المعبد الاوزيري وقت مشاهدته كان لا يتعدى ال 1000 مشاهده. مده الفيديو حوالي ساعه ونص وهو غير مترجم. النهارده هاخدك في زياره للمعبد الاوزيري اللي سعر تذكرته 30000 جنيه يعني سعر عمره في السعوديه. يلا بينا للمعبد الاوزيري وهوفر عليك ال 30000 جنيه دول. كان يحج الفراعنه الى مدينه ابيدوس بمحافظه سوهاج ورسموا طقوسها على الجدران. كان من طقوس هذا الحج الشرب من ماء زمزم، عفوا الشرب من ماء المعبد الاوزيري، المعبد اللي بيمثل مصلى الحج اللي كان على وش الارض. وزي ما احنا شايفين المعبد الاوزيري زي ما يكون تم بناؤه تحت الارض، ولكن ليست تلك هي الحقيقة، انما مع مرور الاف السنين تشبعت الرمال تحت المعبد وحوله بالماء فكأنما تم خسفه الى الاسفل عشان كده تنزله بسلم لتحت. وقد كان هم وزارة الآثار المصرية هو إزالة المياه تماما عن هذا المعبد للكشف عن الآثار الموجودة في هذا المعبد. حجة إن هو معبد غرقان في مياه، لكن المهندس جيم ويسترمان الأمريكي اللي استخدموه علشان يرفع المياه دي من المعبد ويزيل أي أثر ماء موجود في هذا المعبد اكتشف إن المعبد دوت تم بناؤه من أجل آبار الماء الموجودة في المعبد دوت اتبنى عشان الميه وتم بناء بهذا الشكل على شكل جزيره داخل مسبح مائي عشان الناس تقف في نص الميه ما تبقاش حواليها بس. وتصميم المعبد دوت على اساس تواجد عيون مائيه بداخله. تخيل انت على بعد 7 أميال من محجر الجرانيت، بلوك الحجر الواحد يبلغ 80 طن علشان تنقله المسافه 7 أميال كامله المحاجر الموجودة في أسوان للمعبد الأوزيري في الصحراء علشان تبنيه. فتخيل الحجر الواحد محتاج كام راجل ونقله لتلك المسافة وبعد كده رصه هندسيا عشان يبقى المعبد بهذا الشكل. ارتفاع المعبد حوالي 22 متر بعد رفع أكبر كمية مية ممكنة من المعبد أصبح فيه 7 متر خالية من الماء بأعلى المعبد و15 متر مليانة مية استحالة رفع المية دي. ليه؟ لأنه جبنا 5 مضخات مية حديثة متراكبة مع بعض مجمعة شديدة من أفضل مضخات تكنولوجيا هذا العصر لإنقاذ هذا المعبد من المية اللي غرقان فيها. كانت النتيجة إن كل معدل سحب المية لكل دقيقة زي ما تكون في مقاومة لسحب المية ديت فبيتم ضخ 500 جالون ميه في الدقيقة لملء الفراغ الميه اللي تم سحبها من المعبد. فأصبح من المستحيل تجفيف هذا المعبد من المياه. بيكون في سنسورز حساسات، انت كل لما بتسحب ميه بتحصل مقاومة فبيجي ايه تدفق مياه شديدة لملء هذا المكان. يعني ارتفاع المعبد الغارق في المياه تحت الأرض هو 15 متر أي معدل 5 أدوار. عمارة طولها 5 أدوار. يعني في 5 أدوار تحت الأرض غرقانة بالمية، 7 متر يعني نقول إيه في دورين فوق المية اللي تم تخفيف الماء منها. ووجد هذا المهندس تلك العصاية المعدنية التي يحملها الإله أوزير اللي هو دي صورة التمثال بتاعه. وده نداء لوزارة السياحة بتركيب فلاتر على المية ديت وصنابير حتى يشرب السياح مثل حجاج الفراعنة من تلك المياه، تعبئة تلك المياه في زجاجات وبيعها بسعر غالي. ماء الفراعنة، ماء حجيج الفراعنة، بعر أفاره، قوة الفراعنة. تخيل ملايين الدولارات اللي هتبقى دخل لمصر لحل مشكلة الدولار، خصوصا أن مياه الآبار ذات أثر صحي على جسم الإنسان.